احنا بنشكر السيد النقيب العام على ما قام به وسن سنة جديدة، وهذا سبق في تاريخ نقابة المحامين أن جعل ألا هناك ليس هناك مركزية في النقابة العامة، وأوكل إلى النقابات الفرعية أن بكافة الأمور التي تتعلق وتهم المحامي سواء من كرنية أو بطاقة علاجية أو شهادات أو تصديق على البطائق، وهذا شيء محمود أثر وترك أثرا عظيما على الجمعية العمومية لمحامين مصر بأن سهل على المحامي الحصول على بطاقة الكرنيه النقابة والبطاقة العلاجية والتصديق على البطائق الشخصية وعلى الكرنهات من داخل نقابته دون العناء والتوجه إلى النقابة العامة، وهذا شيء محمود للنقيب العام. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك تطويرا في كافة أمور وأعمال النقابة، كما أننا نشكر السيد النقيب العام ومجلسه مشاركة النقباء الفرعيين والنقابات الفرعية في اتخاذ القرار في سواء فيما يتعلق بالأمور التي تهم المحامي أو تهم المعاشات أو تهم زيادة العلاج، وهذا شيء محمود له. كما أتوجه بالشكر اليوم إلى السيد نقيب شمال وجنوب أسيوط على هذه الدعوة الكريمة التي سنها السيد النقيب العام من الاجتماع الشهري مع كافة مع نقابة النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، ليكون هناك تلاحم وتواصل في اتخاذ القرار الذي يهم السادة المحامين. وشكرا لكم جميعا. شكرا.